مجلس تقريبا كان من مجلس الاداره. ما هي مراحل، انت انشات المبنى الاجتماعي مع بدايه المجلس السابق، والمجلس ده بيكمل المراحل دي. طب الجماهير كلها بتسال امتى هنشوف لا ده تسال بقى المجلس الجديد، لان هو برضه هم بيفكروا ازاي، هل يعملوا بي او تي حق انتفاع، يجيب شركه تصرف وتاخد حق الانتفاع وتدي لهم فلوس ويستهلكوا المبلغ ده على 25 سنه 15 سنه 20 زي ما يكون، لان المجلس الاستاد ده هيكون بيضم القنداط واسواق يعني ومراكز تجاريه وسينمات يعني هيبقى بيدر دخل يعني. فده يسال عليه المجلس الحالي، لكن هي لهم محطوط له خطه وكل رسوماته موجوده موجوده من قبل كده ولا من لا موجوده من قبل كده، ممكن يحصل عليها تطوير او تعديل، لكن كان كل شيء موجود وكان الشركات التسويق موجودة وكل حاجة كانت موجودة. لكن المجلس ده من حقه ان يشتغل بآليات جديدة او يضيف او يدي اولويات لحاجة على حساب حاجة، هنا الادارة وهذا الحق الاداري بالكامل للمجلس الحالي. تجربة ملك كتابة انت رأيك ايه؟ التجربة ناجحة بس انا هشكر في نفسي. ليه توقفت؟ المجلس الحالي رأى هذا، المجلس الحالي اللي وقف البرنامج ده اللي تقلي في الاخر بقى وش كده، المجلس كانوا بيقولوا لي لا عايزين نرجعه بس عندنا خلاف مع القناه لما يخلص التحكيم. لما سالت في الاخر كده قالوا لي، وحتى كان هناك اكثر من محاوله ان في قناه تاخد البرنامج، وكل ما نقترب من توقيع العقد فجاه يوقف البرنامج. طب الاسباب ما اعرفش، عند الله سبحانه وتعالى. حاولت تتواصل مع مجلس الاداره تعرف الاسباب؟ لا انا سالت وش كده بالاسباب لا تعليق، يعني تقريبا كان البرنامج الوحيد اللي ناجح في القناه. لا تعليق، انتوا معاكم سلاح رمتوه خايفين. طب شوفوا البرنامج لو هيؤدي دوره مع النادي الاهلي بما يرضي الله يكمل، لما يبتدي يخرج عن السياق وقفوه، مش خوفا من انه يخرج على السياق. شيء مش مفهوم. رايك في البرامج اللي بتتم عرضها في قناه النادي الاهلي؟ استطيع ان انا شاتع تبقى مجروحه، لكن في ناس بتجتهد وبتحاول بمفهومها، اتمنى لها النجاح، ما اقدرش اتكلم على غيرها. طب ايه اللي ناقص في القناه عشان يخلي الجماهير النادي الاهلي كلها تهتم وتتلم على القناه؟ ما اعرفش، هي الجماهير مش ملمومه؟ لا. انت اللي بتقول الناس كلها بتنطبق. انا ما اعرفش اذا كانت ملمومه ولا مش ملمومه. كنت اتمنى ان ملك وكتابه تحديدا يكون موجود بالاضافه الى برنامج يحكي تاريخ النادي الاهلي من خلال القناه، مش من خلال انتاج سابق بيتم تجميعه ويتزع كده، لان تاريخ النادي الاهلي ممكن يتحكي بتفصيل اكبر بكتير من كده، تاريخ النادي الاهلي ورموزه. وكنت على وشك ان انا اقدم حاجه زي كده وبعدين ما تمتش. طب الكلام عن وجود اختراق في اختراق اعلامي للنادي مش لل طبعا طبعا، هو ده الخلاف الوحيد اللي بيني وبين المهندس محمود طه، وزعل مني لما قلت كده. في الاول ما زعلش، في الاول قلت له انت عايزني مستشارك وعايزني متحدث رسمي، لازم اعمل لك جيل جديد من الاعلام الاهلاوي ينتمي من خلاله. عندنا اربع او خمس وسائل في الاهلي، اهلي لوحده يمتلك انه يعمل جيل من الاعلام المنتمي للنادي الاهلي. الاعلام الاحمر تاكل في مصر، تاكل، هو فين؟ حد يشاور لي عليه. حتى النهارده النادي الاهلي بيلجا الى الاعلام الابيض عشان يدافع عنه، فهل هذا مقبول؟ انا مش قابله وش كده. اللي عايز يزعل مني يزعل مني، انا مش قابل ان الاعلام الابيض يبقى المسؤول عن النادي الاهلي خالص تحت اي ظرف واي مسمى. هذا هو الاخفاق بعينه، هذا هي الريبه بعينها. اذا كان هو معايا النهارده مش هيبقى معايا بكره، ده انا موجود النهارده. طب يطلع يدافع الاعلام الابيض ده على نادي القرن، يطلع اسامه خليل يقول لا الاهلي هو نادي القرن، انا بتحداهم اهو. يطلع الاعلام الابيض اللي هو بيثق فيه يقول للاهلي نادي القرن، قضيه واحده. احنا هنجمل لا، زي ما اديت المجلس ده حقه في حاجات كتير، انا مختلف مع المهندس محمود طاهر في سياسته ان يلجا الى الاعلام الابيض دون ان يتبنى فكره حقيقيه لعمل جيل من الاعلام الاهلاوي من خلال القناة، من خلال المجلة، من خلال الموقع الالكتروني، من خلال ازاي كل ده يبقى مش تحت سيطرة النادي الاهلي بنسبة 120%، مش بنسبة 80%.
بيتكلم ان 80%. انا بقولها بهذا الوضوح وهذا الحسم. عايز يعمل معايا مناظره، اي حد اعمل معاه مناظره. عايز يعمل معايا حوار بهدف مش صراع ولا شتيمه، بهدف عقل مع عقل. انما ما هو اسامه بيكتب عننا وبعدين يشوه كل رموز النادي الاهلي في وقت المالي خلافه مع محمود طاهر في وجهه نظر ان يبقى المهندس محمود طاهر واحمد سعيد اعداء، ده بيتشتم وده بيترفع من خلال نفس القلم اللي هو المفروض بيدافع عن النادي الاهلي. ان العمري فاروق مهما اختلفت معاه، هو هشام العمري، كابتن حسن حمدي، الخطيب، عبد القيعي، المنيسي، احمد سعيد، هشام العمري، العمري، ابراهيم قفاوي، كل دول منهم ناس في المجلس الحالي وناس من المجلس السابق ومسؤولين اعلاميين، كل دول اعداء النادي الاهلي. وبعدين تقول لي بيدافع عن النادي الاهلي؟ لا، بيدافع عنك انت فقط. ولو محمود المهندس محمود طاهر مش موجود، هذه الاقلام هتتحول الى رماح ضد النادي الاهلي كلها، كلها بلا استثناء. اربع او خمس اقلام هو عارفه. قرصنه وناس كتير من الزمالكاويه طالعه دلوقتي بتقول الاهلي بيقرصن. بيقرصن على ايه؟ على الانديه. وهو في ايه؟ في اللعيبه. في ايه؟ قرصن عليهم ازاي يعني؟ يشتريهم يعني؟ ها؟ طب ودي قرصنه في ايه؟ مش بتاخد حقك؟ باخد منك لعيب. لا، هم بيقولوا ان الاهلي بيلجا الى الطرق اللي هي ايه؟ يعني انا لجأت مع الاسماعيلي على ايه؟ مديله 7.5 مليون جنيه في عبد الله السعيد، مديله 7 مليون جنيه ولعيب في شريف عبد الفضيل، قرصنه في ايه؟ مديله مليون جنيه في محمد عبد الله وهو كان ماشي. ايه القرصنه؟ ايه شكل القرصنه؟ مين قرصنه على مين؟ مين دخل النادي الاهلي ها ويكون موجود في نادي من غير ما ياخد حقه؟ تعال بقى شوف لعيبه النادي الاهلي كلها موجوده فين؟ موجودة فين كل لعيبة النادي الاهلي؟ في كل أندية مصر بلا استثناء. بكل ولاعيبة كبيرة. هو اللي بياخد مني أيمن شوقي، بياخد مني عبد الجليل، وبياخد مني زكريا ناصف، وبياخد مني حسام إبراهيم، وبياخد مني ده قرصن ما قرصنش. آليات السوق، لحظة علاقة فاترة بياخدهم مني. خلاص، انا ما قلتش بيقرصن. هو القرصنه لما اخد لعيبه واكسب دوري، لكن لو خدت لعيبه ما كسبتش الدوري ما حدش يتكلم خالص السنه اللي فاتت. طب ما انا خدت لعيبه قرصنت السنه اللي فاتت، ما حدش قال قرصن لان خسرت الدوري. ولما الزمالك خد 18 لعيب ماشي من نصهم وجاب عليهم 10 ولا 11، ده حقه. لا، ده حق الزمالك وده حق الاهلي وده حق سموحه. فرقته منين؟ نص الفرقه من النادي الاهلي فيها قرصنه. اللي بياخدوا اعاره بياخدوا اعاره، اللي بياخدوا مجانا بياخدوا مجانا. مفيش قرصنه، دي حركه السوق. الصفقات اللي ابرمها الاهلي الموسم الماضي، وناس كتير اهلاويه اتهموا المجلس الحالي باهمال الالعاب الجماعيه. صح، بس هو تنبه الى هذا وانا بشكرهم على كده. يعني في الفولي عملوا ثلاث صفقات كويسين جدا بعد الهجوم اللي تم. مش هو كويس، ما هو الهجوم لما تبقى لا انت تاخده هجوم وتاخده معارضه وتاخده نصح. لما تستجيب له يبقى نصح، لما ما تستجيبش له هتعتبره هجوم. فالمعارضه احيانا بتفيدك انك انت تنبهت ان في قطاع كبير من اعضاء الاهلي وجماهيره زعلانين ان فرقته بتروح تلعب باسم نادي تاني وبيخسر في كره طايره اللي كان هو البطل بتاع افريقيا المتوج فيه. هو عمل صفقات، انا بحترمه واقول له شكرا محمود طاهر على هذه الصفقات. شكرا محمود طاهر. شوف انا عرضته في ايه بحده، بشكره جدا انه تنبه انه يرجع لنا البسمه في هذه، يرجع لنا، انا مشجع اهلاوي، يرجع لنا البسمه في هذه الالعاب. لازم يحصل دروب عشان يتنبه. وكنت زعلان ان مشي ناس من النادي الاهلي راح كره اليد، ازاي كريم هنداوي ابني انا يروح مرتين مني؟ ازاي؟ احمد صلاح. احمد صلاح في الفولي ده، احمد صلاح ايه؟ ده الفرقه كلها، ده الفرقه كلها، 9 لعيبه خرجوا من النادي الاهلي. الفرقه كلها. احمد صلاح ايه؟ بتكلم على نجم كبير جدا. نجم، ومحمد عبد السلام ما هو معاه، والحسيني ما هو معاه. ازاي بتقول محمد ده في نص الفرقه، ومحمود رؤوف ما هو معاه؟ كل دول لعيبه دوليين. ده كويس النادي الاهلي قدر يلم نفسه. حضرتك كنت بتقول ان انت ما كنتش بتغري اللعيبه بالفلوس
باسم الأهلي وباسم الأهلي واستقرار الأهلي ونظام النادي الأهلي وضمان الحقوق وأن كل شيء مضمون تاخده وفي معاده. طب ليه اللعيبة دي تركت النادي الأهلي؟ مين اللعيبة؟ الفولي؟ لا أنا أعرفش الألعاب الجماعية اللي تم بعضهم كان غاضب بعضهم تم إغراءه بشكل أكبر حاسوا أن النادي مش مهتم في لحظتها لأن برضو تغيير مدير النشاط الرياضي في موسم ناجح جدا أنا ما كنتش معاه يعني مشيان الكابتن رؤوف عبد القادر ملوش مبرر خالص مشي في اعظم موسم في تاريخ النادي الاهلي للالعاب الجماعيه فكان برضو لازم هيحصل وراه نوع من الدروب اما يجي واحد جديد لسه هيدرس وهيشوف هيحط لوائح جديده غير واحد عارف كل شيء ومكلم اللعيبه دي وعيده بحاجات فجاه ما لهوش خافوا على نفسهم